بازوكا، مش البازوكا بتاعت ميدل اوف اونر كنا بنضرب بيها بعض في السايبر دي، لا المطعم اسمه بازوكا. ده بيقدم ايه؟ برجر بيف وتشيكن، وعنده برضه سندوتشات في عيش فرنساوي بيقدم فيها فراخ، وعنده وجبات بروستد، وعنده ابيتايزرز، وعنده ديزرتس، وترابيزات بلياردو وبينج، يعني عنده تشكيله محترمه كده. الفرع الاصلي بتاعه في سانت فاطمه في مصر الجديده، ولسه عامل سوفت اوبننج يوم 10/10. فين بقى؟ في شارع 50 في زهراء المعادي قصاد مول هاب 50. الباشا ده بقى فاتح فين؟ فاتح جنب ماك، لازق فيه كده. ده كده بيحط على نفسه ريسك كبير جدا، وبيقبل يعني تحدي قوي جدا، فاكيد يعني هو واثق في نفسه، في سندوتشاته، في الكواليتي، في الاستاف، في الحاجات دي كلها. ويوم الافتتاح اول 300 واحد طلبوا خدوا وجباتهم ببلاش، والشارع يعني كان زحمه زياده عن ما هو زحمه اصلا بسببه. المكان اندور بس، ما فيهوش اوت دور، بس فيه شويه اماكن للتصوير تحفه، وفي برضه ركن الاعياد الميلاد. فجايب لكم منه النهارده بقى 3 سندوتشات، هنجربهم ونشوف ايه النظام. بس قبل ما نبدا يعني لايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، يعني ندوس على زرار الجرس الصغير ده اللي جنب السبسكرايب، يعني نساعد بعضنا كده. يلا بينا. الثلاث سندوتشات اللي طلبتهم، واحد برجر لحمه اسمه سنايبر، برجر فراخ اسمه تشيكن رانش، والثالث هو سندوتش فراخ في عيش فرنساوي اسمه تشيكن كريسبي. هنفتح بقى كده ونشوف النظام. هما ثلاث سندوتشات، هو جايب لنا بقى ايه المعالق، ثلاث معالق، معلقه مشوكه في نفس الوقت زي بتاع الكنتاكي، مناديل، جلوفز، وايبس. بازوكا بازوكا يعني، ايه الحاجة دي؟ بصوا دي هتجنن، والعلبة بتاعت البرجر يعني حجمها مش طبيعي. شوف بقى العلبة الصغيرة دي فيها ايه؟ دي البطاطس. هو أنا مش شايف أي بهارات على البطاطس، فشكله حاطين ملح ده وخلاص. فندوق كده ونشوف. لا حلو شغال، ما نحطها مظبوط. خش بقى ايه على بعض. العلبه الثانيه دي بقى اكيد فيها الاونيون ريز، شكلها محترم صار. بصوا ايه ما حلو، طعم البصل باين فيها ومقرمشه، وغير كده مش مزيته برضه. لا حلو بصراحه. هما جايبين لنا تلاتة كول سلو، فكل ساندوتش مع الكول سلو بتاعه. بصوا العباية ريحته حلوة، حلو. هو الجزر فيه مش كتير، بس مايونيز طعمه حلو قوي فيه. لا الكول سلو حلو بصراحة. نبدأ بقى بأنهي واحد من العملاء قرر؟ عادي بادي كروم زبادي شال وحط كله عادي. أنا عايز أبدأ بده. بصوا العلبة ضخمة، يعني العلبة ضخمة بزيادة يعني. طب بصوا احنا يعني انا جعان جدا والله. بصوا سيبنا من العلبة هنرميها، ماشي. الساندوتش، الساندوتش كبير ماشي، هو ده اسمه. انا متلخبط في الكلام. بصوا الساندوتش ده هو بيف برجر ماشي، اسمه سنايبر. انا عايز اخلص عشان عايز اكل. ماشي. ده عباره عن ايه؟ برجر وباربيكيو وبصل مكرمل وطماطم وخيار وخس ومايونيز. يعني بصوا شكله اهو،
يعني شكله يجرر الريق بصراحة. يعني أكلك منين يا بطة؟ اسمها ايه ده؟ خطوط مكانها. لا بصوا، الباربيكيو مع البصل المكمل مع البرجر نفسه، البرجر نفسه مستوي كويس. سندوتشات البرجر اللي بتتعمل بصوص الباربيكيو النسبة بتاعته لو زادت بتبوظ السندوتش، بتغطي على طعم كل حاجة، ونسبته لو قليلة انت ما بتحسش بيها خالص. هنا ظابطين الصوص صح، يعني نسبته مظبوطة قوي مع البصل المكرمل مع المايونيز مع الخس مع البرجر نفسه. البرجر نفسه يعني الشريحة بتاعته مستوية كويس قوي، خدت وقتها على النار ما اتقلبتش. غير كده السندوتش جوسي قاعد عمال، يعني بصوا عمال يوقع على كل حتة، وانا حاسس اصلا بوقي ملحوس ومتبهدل خالص. فلا يعني سندوتش فظيع فظيع فظيع. يعني نخش بقى اللي بعديه اللي انا اصلا كان المفروض ابتدي بيه. السندوتش ده بقى اسمه سوبر كرانشي، في منه سبايسي للناس اللي بتحب السبايسي. السندوتش يعني شكله عظيم قوي، يعني حاجة حلوة الصراحة. العيش شكله محترم. السندوتش ده بقى متكون من ايه؟ من قطعتين فراخ محترمين كده، وتركي وخيار ومايونيز وجبنة. يعني مش انا حاسس ان انا لو كلته من ناحيه هيقع من الناحيه التانيه. لا تحسبش، ما طولتش الفراخ. واحد عين اوي 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 شربت كده ايه؟ الفراخ حلوة قوي، ملحها مظبوط، تبريتها حلوة، المايونيز حلو، الجبنة حلوة، التركي حلو، يعني مش ممكن. ايه الجمال ده؟ اطمى تاني بس عشان انا جعان شوية. وختامه مسك ان شاء الله. خش على العملاق ده. ده بقى برجر فراخ اسمه تشيكن رانش، وانا يعني متحمس قوي ان انا اشوف صوص الرانش هيبقى طعمه عامل ازاي. يلا نشوف. العلبه فاضيه مفيهاش حاجه. في حاجه معلش يعني نسيت اقول لكم عليها. الساندوتش ده يعني ايه نسيت اقول لكم عليه. العلبه بتاعت الساندوتش ده كانت مليانه كاتشب على اخرها، وهو في الغالب حط كل الكاتشب بتاع الساندوتشين في العلبه دي. بصوا الساندوتش اهو، الساندوتشاتهم على فكره احجامهم حلوه جدا، والساندوتشات مليانه مخدومه. السندوتش ده متكون من قطعتين فراخ وواحده موتزاريلا ستيك وخس مايونيز وطماطم وخيار. عايز ابدا كده موتزاريلا ستيك لوحدها كده اشوف عامله ازاي. محروم كبيره، في مطاعم موتزاريلا ستيكس بتاعتها تحسها صغيره كده ومقلوبه، بس انا كان نفسي وانا باكلها ان هي تنط معايا، بس ما نطتش للاسف. شوف بس السندوتش كده كله على بعضه. سندوتش غرق مايونيز وخس فيه كتير. الفراخ زي ما قلت لكم في السندوتش اللي قبليه، فراخ مظبوطه مفيهاش اي مشكله. عايزين بقى ندوق حته كده من موتزاريلا ستيكس مظبوطه بس عشان انشل عليها. بص السندوتش مخدوم، الفراخ حلوه، المايونيز حلو، الخس الكلام ده كله، بس صوص الرانش لو يزيد شويه هيبقى احلى لانه طعمه مش باين قوي في السندوتش، بس السندوتش تحفه. اوفر اول سريع كده، المطعم ده فعلا ليه حق يفتح جنب مات. ليه بقى؟ كواليتي فيه محترمه جدا، العيش طازه فريش ما بيفتفتش، البرجر يعني السندوتشات بتاعته مخدومه كويس قوي متوصيين بيها، البرجر نفسه الشريحه بتاعته مستويه كويس، الفراخ التتبيله بتاعتها حلوه واخده حقها، والساندوتش بقى اللي وهمني سنايبر اللي هو بيف برجر. الساندوتش ده منتهي قله الادب، يعني انا مش عارف اقول حاجه اكتر من كده، مش ممكن. يعني انا اصلا من قبل ما ادوقه شكله كده وهو بالبصل المكرمل مع الباربيكيو جرى ريقي،
ففي اقرب فرصه ان شاء الله هحاول اصور لكم من جوه واكل لكم مثلا ايه وجبه فراخ بروست، لان هي دي الحاجه الوحيده اللي انا ما جربتهاش. المطعم ده بصراحه انا متفائل بيه، يعني لو فضل مكمل على الكواليتي دي هيسمع قوي اكتر ما هو مسمع دلوقتي. فيعني لايك بقى وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي بقى. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.